اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا مع كابتن حسام شعراوي احد نجوم الكره الطائره، لاعب ومدرب. كابتن، كنا بنكمل بفاصل على موضوع الاصابه واللعب وكده. هروح لقرار الاعتزال. قرار الاعتزال كان قرار قاسي عليك، خاصه ان انت اجبرت على الاعتزال. كلمني على الفتره دي. يعني هو انا زمان تقريبا سنه 2002 حصل لي قطع في الرباط الصليبي وغضروف، وكان عندي بطوله افريقيا بعد 4 شهور من الاصابه، فتعافيت على نفسي شويه ونزلت لعبت بعد 3 شهور ونص من الصليبي، فدي اثرت معايا بعد كده على مدار لعبي، فبدات ركبتي يبقى فيها خشونه، وبعد كده قرحه، وبعد كده القرحه بقت في الرجل الثانيه، فلغايه لما وصلت لمرحله ان انا خلاص انا مش قادر العب، اللي هو انا مهما هلعب مش هلعب قد ما لعبته، ولا هحقق انجازات قد ما انا حققت. والالم كمان بقى شديد، كان الالم بالظبط، يعني الالم كان في مجرد طلوع السلم نفسه كان بيبقى فيه الم. حتى انا عملت بعد كده عمليه قرحه وعمليه غضروف عشان اخفف الالم، بس ان انا اقدر ابقى انسان عادي، عايش انسان عادي مش حتى باللعب. فساعتها اخدت قرار ان انا لازم كام كابتن؟ 2016 صح؟ 2016 والحمد لله ربنا كرمني. كم سنه اعتزلت يا كابتن؟ اعتزلت 33. كان لسه عندك ما شاء الله. لسه. بس كنا بنتكلم احنا بنقول ان ربنا عوضك. الحمد لله يعني، طبعا الحمد لله ان انا في النادي الاهلي في بيتي دلوقتي في ماسك فرقه الشباب. يعني ده حلم ما كنتش احلمه الصراحه، يعني ما كنتش اتخيل ان انا ممكن امسك فرقه الشباب. يعني دايما اللي بيمسك فرقه الشباب في النادي الاهلي مدربين كبار، كابتن ممدوح، كابتن هاني مصلحي، كابتن جابر عبد السلام، مدربين عليهم اسامي وتقال جدا في عالم التدريب. ان انا كابتن ميدو يثق فيا ويقول لي تعالى امسك فرقه الشباب، دي كانت حاجه بالنسبه لي فوق الخيال. الحمد لله ربنا كرمني.